بنحييكم عبر شاشة التلفزيون اللبناني ورح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكولة الهنا. اليوم صنفنا هو سوبريم ديفولاي، صنف طيب أجنبي سهل التحضير، مكوناته منا كتير غالية وفينا نسويه بكل المناسبات. بدي 3 فخاد، جزر نص كيلو، بصل 400 جرام، رز 300، فطر علبة حبة كاملة، طحين 3 ملاعق ونص كبار، حليب بودرة ملعقتين كبار، زبدة شرحتين، وحدة عادي وحدة كبيرة، مواد عطرية ضرورية. وشوفوا من شو بشيل المواد العطرية، ما تخمنوا إذا كتبنا مواد عطرية قلنا بصل جزر كرات كرافس والإدغار ينكسر الواحد. من قشر البصل ورق غار ضلع كرات ضلوع بقدونس، ومن رأس الجزرة خصوصي تركت لفرجيكم، وكعب الجزرة هول بتكبون، هول كمان بيعطوني مواد عطرية. هيك بيكون أمننا المواد العطرية لأن قبل كل شيء، كل شيء بده وقت على النار هو اللي منبلش فيه. رح نبلش بالجيش. دايما بقول لكم على طول انتبهوا لقنينة الغاز على طول، بس تخلصوا بالليل بالاخص سكروا القنينة قبل ما تناموا، ضروري للحماية. منجيب قطع الدجاج مننزلهم، ناخذ اتصال. الو الو الو، بونجور بونجور شيف انطوان. بونجوريني، اهلا وسهلا، كيفك؟ نشكر ربنا، سلامة قلبك من هالبحة. تسلمي، كلك ذوق. كيف اخبارك؟ منيح؟ نشكر ربنا. ليكي ما دامنا بهالوضع بهالبلد كل شيء منيح، كله بالقلب. بس بدي اطمن عنك. نعم. وقل لك يعطيك الالف عافية. تسلمي تسلمي، وانا بشكرك وبشكر كل الستات المحبين مثلك. ولك الحالة مثل ما بدنا، كتر خير الله. مزبوط، صحتك تكون منيحة. تسلمي، مزبوط، كتر خير الله. شكرا، ميرسي لك، وتضلك بصحتك. هلا عنا نجيب الجزر بنقطعه بهالشكل، كمان بنقول الو الو. الو، قطع الخط. هلا بنحط معهم قليل من المي، ما منكتر مي، هالقد. ما بدي خلي خواص الجزر والبصل نكبه، بدنا نعمل خواص قليل. برجع البصل بقطعه هيك، هاي مطاولة بعملها لستة، مش مطاولة لأربعة. كمان ناخذ اتصال. الو، انا معك.
اهلا اهلا وسهلا فيك. اهلا شيف انطوان. حبيب القلب حبيب القلب. حبيب القلب، انا من محبينك ومعجبين فيك، كل يوم تابعك. تسلم كلك ذوق. وبيك شيف بالفندقية، مدرسة الفندقية. شو اسمه الوالد؟ مصطفى عبد الله. ايه الله يرحمه. مصطفى ايه بتعرفه اكيد. اكيد بعرفه. كان ايامك ايام الشيف سامية والشيف صلاح. مزبوط مزبوط. مزبوط؟ مزبوط، الله يرحمهم كلهم. تطول عمرك يا رب وانت تضل بصحتك. تسلم حبيبي. انا بحبك كثير. شكرا كلك ذوق. الله يخليك. نسامة قلبك والله يعافيك يا رب. شكرا ميرسي لك. وهالاكلات الطيبة اللي عم تعملنا اياها. بخاطر عيوكم على طول بنعطيكم. الله يخليك يا رب. بتذكرني بمدرسة الفندقية، رزق الله هيديك الايام. مزبوط. كل شيء كان بالماضي كان احلى من هلا. ايه ايه. وبتتذكر هي القاعة الافراح اللي برا هاي كنا نعمل فيها حفلات. ايه حفلات واعراس كانوا يعملوا. كنت اعمل حفلات واعراس انا. صح حبيب القلب. صالة كبيرة. أنا كنت بدي أعمل فندية، قالت لي أمي بكفيك واحد. قد ما نعمل فيها حفلات صاروا يسموها صالة الشيف أنطوان. قد ما عملنا فيها حفلات صاروا يسموها صالة الشيف أنطوان. إيه إيه هلا ما في دخلة. هلا كل شيء بياخده. راحت أيام العز. هلا هولي حطيت كلهم. الشيف أنطوان مزبوط مزبوط. وانت علم من اعلام مدرسه الفنديه. تسلم خلي لنا اياك كلك ذوق. راحت. اي والله الله الله يرحمها ان شاء الله. ايه بترجع يا رب. نشكر محبتك حبيب القلب حبيب القلب. هون حطينا لنا قليل من الجزر والماي، عفوا قليل من الماي، حطينا معهم الجزر والبصل مقطع بهالشكل، شويه ملح، بنغطيه بس يبلشوا يغلوا مننوّس النار ومنعير 20 دقيقة على الأد. نطفي النار على مسؤوليتي بيكونوا استوى. هلأ عنا الأرز بدنا نغسله. وننقعه. رز حبي طويلي. هلا هون نحضر وعي للزفرة، أهم شيء الزفرة. وفي ناس لو معنا وقت الأفضل بهاي المرحلة بهيدي الصلصة بهيدي الأكلة نكب على الدجاج. يعني تطلع الزفرة منشيلها منغلي دقيقتين بس، منكب على الدجاج، منغسل الدجاج، نحط مي جديدة ونحطهم فيهم، برجع بسلقهم بحط معهم المواد العطرية. بس يلي ما عنده وقت مثلي أنا يعني نشيل الزفرة مزبوط ومنحط مواد عطرية. ومناخد اتصال. ألو ألو. مرحبا شيف أنطوان. مرحبتين. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بدي أسألك سؤال. تكرم عيونك. بدي أعرف كيف بيعملوا الشكروت. الشكروت تكرم عيونك. بنتراك يا ما بتسكر. يلا سكري واسمعيني بالتيفي حشرح لك اياها دغري. شكروت اول شيء هي بدها تكون من لحم الخنزير. يلي عنده مانع ما في ياكل شكروت. وبده يكون لحم خنزير كاستلاتا او فخذ. بنقلي بصلتين على النار. بيتقلى لحم الخنزير فوق منهم، بيتقلوا شوي وبينحط لإلهم بيض أبيض. بيغلوا على النار 45 دقيقة على نار خفيفة. بنجيب سوسيسون وسوسيس صغير كمان كله من لحم الخنزير، سلامي من لحم الخنزير، وكمان منضيفهم فوق.
برجع بجيب ملفوف بلدي بفرمه على المكنة. طبعا مكنة الشرحات رقيق ناعم كتير، وأكيد كتير من البيوت منها موجودة عنا، بنفرمهم مثل ملفوف السلطة على ناعم، ضيف كمان الملفوف عليهم، على النبيل الأبيض، على السوسيسون، على السلامي، على السوسيس صغير، على لحم الخنزير، بغليهم مع بعضهم. إذا كان لحم الخنزير منه مدهن، أوقات بيطلع منه مدهن، منجيب بيكن أو لار الخنزير، بعملهم سوتيه مع قليل من الزبدة وبضيفهم عليهم، منسكبها سخنة، تتقدم سخنة وتكرم عينيك. هذا هو الشكروت. ضروري بدنا ننتبه ما تفقش المي على الدجاج وما نكون شلنا الزفرة، وبرجع بقول بالأخص بهالأكل ما بتزبط. بدي يصير تابعة هون. بلش عنا البخار يطلع، إلنا مننوّس النار، برجع بسكر وبعير 20 دقيقة النار. هاو منبلش نشيل القشوي. الشكل وللناس يلي بتنقطع عندهم كهرباء الساعة 4 بتروح، ناخد اتصال قبل. الو 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 بونجور. الو ايه مرحبا. الو مرحبا الشيخ انطوان. نعم الو نعم نعم الشيخ انطوان معك. بونجور شيخ. بونجورين حبيبي، كيفك؟ بدي اعزمك توطي التي في عندك. بدنا نسالك يا شيخ انطون. نعم شو بقول ارى. الو امول معروف، وطي التي في واحكيني من الاباري لاسمعك. مرحبا. اهلا حبيبي. مرحبا شيخ انطون، كيفك؟ ما عم يرد علي مع الشاشة. عم رد. طيب الو، بدي اسال، بدنا منك اذا بتريد راس النيفا طلبناه سابقا وهلا بطلبه من جديد، اذا بتريد هلا اذا بتريد تشرح لنا اياه راس النيفا. تكرم عيونك، شرحناه قبل بس تكرم. شكرا شكرا. تكرم عيونك، صحة وانا زويق بالاكل. شكرا. بدك كاس عرق هيدي. أصبح رح نشرح راس النيفة لبعده متحمس، بس يلا أيدهم، جيب ورقة وقلم وأيد. منجيب راس النيفة، راس نيفة نوضح، وراس غنم بيعملوه نيفة، يعني بيصير مستوي كتير هالت مثل النيفة، مشان هيك بيسموه
راس نيفا، بتحط ورقة نايلون على الخشبة، بتجيب الراس، إذا كان مسلوخ مسلوخ، إذا مش مسلوخ هو إجمالا بيكون مسلوخ، إذا مش مسلوخ بتشوشت الشعر والوبر كله بسكين، بتشيله مزبوط، بترجع بتغسله وبيكون الدماغ منه متشال. بتجيبه، بتشيل الزفرة قبل ما تروح، منضيف عليهم مواد عطرية متوفرة عنا وملح، منغطيهم نار خفيفة، منقلهم ويغلوا. جبنا راس النيف، اعتبر هي الراس، من ميلة تمه، من ميلة منخاره، تعملوا هيك، تمسكوا باليدتين وبتضربوا ثلاث ضربات، إذا نزل شي من مناخيره لازم نجيب فرشاية أسنان عتيقة، بتحطها مع مي وخل وملح وبتفركهم مزبوط لتشيله. إذا ما نزل شي منهم معناتها لحد هلا كل شي سليم. بتحطه على النار، تحط معه مي تغمره، بتشيله زفرته مثل ما أنا شلت الدجاج، وبتحط معهم مواد عطرية وبتتركهم يغلوا على النار راس النيفة ساعة وربع. بتشيله، بتجيب ورقة زبدة، بتحط الراس النيفة عليها، بترش عليها، تعمل خلطة من ملح، ملعقة صغيرة لنفترض بهار أسود حلو، ربع ملعقة صغيرة، قرفة رشة صغيرة، برجة وسطيب شوي صغيرة، كبشة قرنفل شوي صغيرة، كمون شوي صغيرة، كراوية شوي صغيرة، بودرة الحر شوي صغيرة، وبابريكا ثلاث ارباع ملعقة صغيرة، وكزبرة يابسة رشة صغيرة. بتخلطهم كلهم سوا مع بعضهم، بترشهم على راس النيفة وبتفركهم بهالشكل. عفوا، قبل حضرناهم، بتجيب حامضة نص قصة بالنص، تفرك راس النيفة، راس النيفة بالحامض، بترش عليه هالتوابل، تفركه مزبوط وبتتركه 10 دقايق. تحطه على ورقة الزبدة، تحت ورقة الزبدة ورقة ألمنيوم، بتلفه، بترجع بتسكر الألمنيوم مزبوط عليه، بتحطه بصينية، بتحطه بالفرن 3/4 ساعة عمبو جديد، وساعتها بيطلع معك راس نيفة. بنقول لك ألف صحتين. راح أشوف المقادير للناس يلي تنقطي عندهم كهرباء الساعة 4. منتابع حلقتنا من بعد ما شفنا المقادير، كأول مرحلة بدنا نساوي الأرز. نحط الشرحة صغيرة زبدة مع أو زيت، كل واحد حسب ما بده. ومناخد اتصال. ألو،
الو الو بونجور بونجورين خلينا يكشف انطوان وميرسي على كتير الطيبين تسلم كلك ذوق كلك ذوق يا زوي وحياتك شيف انطوان بدنا الرسالة تبع ليلة لبنان ايه تكرم عيونك حبيبي. اوكي ميرسي رح اسمعك من التلفزيون يلا بخاطرك يلا ميرسي تكرم حبيبي هاي الزبدة ديبت منضيف عليها الأرز المغسل والمنقوع شو نص ساعة وربع ثلث ساعة وماء عادية منحركن بنحط معهم ملح منجيب مصفاية ومناخد اتصال جديد الو الو بونجور الو الو بونجور الو بونجور بونجورين مدام كيفي الو ايه عم بسمعك يعطيك الف عافيه شيف انطوان الله يعافيك يا عيوني الله يعافيك عم نعذبك معنا ولو تكرم عيونكم ميرسي على الاكلات الطيبين صحة وهنا صحة وهنا بس بدي اسألك بالنسبة لل نعم بدي اسألك بالنسبة للخبز اذا بدي اخبزه بالبيت العجين كيف بعجنه هاي اول سؤال تاني سؤال معلش بدي اعذبك الملوخية بدي أعملها على أصولة أنا ما بعملها بقى بدي منك أنت التعليمات عمو المعروف يلا تكرم عيوني كلك ذوق ميرسي كتير يا شيف أنطوان بخاطر عيوني بخاطري باي من مية الجيش منضيف للأرز للسوبرام نحركو حركي خليه يغلي بعدين نار خفيفة بلش يغلي هون بنرجع بنغطي على الدجاج ليكمل نضجه وين الأرز بنزيحه على نار خفيفة بنطفي النار بنحطه على نار خفيفة وبنكمل نضجه هولي عم يستوي رح نبلش نحضر الصوص وبناخد اتصال الو الو شيف انطوان معكم تلفزيون لبنان الو 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 ايه بونجور مدام بونجور شيف انطوان كيفك بونجور ماشي الحال كتخر الله مدام خير معك ايه يا اهلا وسهلا فيكي شيف انطوان عملت مربى المشمش نعم وشمستون نعم على اساس انه خلص عبيتهم فبعد مدة جيت لقيتهم مفورين بالمراسبين قولي لي كيف سويتيه من الاول لقلك وين المشكله مدام مدام بدك تقولي لي من الاول كيف سويتيهم لاعرف لك وين المشكله
شيف أنتوان حطيت قللت السكر شوي يعني شو نص كيلو للكيلو ما بقى فينا نتحمل سكر كتير وغليتهم ما كترت غلي ونقلتهم على الشمس ضليت قلب فيهم شي عشر أيام ومن عشية فوتهم لجوا وبعدين عساس خلص انت على اساس خلص بس اني ما خلصوا بالنسبة لإلك خلص ليك عيوني هلا قداش صار لهم برا قداش صار لهم عملت يوم مدام قداي وقت صار لك عملت يوم اوكي قداي وقت صار لك عملت يوم شيف أنتوان بتصوروا بالمراسبين رجعت فضيتهم بجار سيراك رجعت حطيتهم بالشمس بس بعدهم بتحسهم عم بيفوروا ما بعرف إذا بعد بدهم يزبطوا اللي شي 15 يوم أوكي 15 يوم 15 يوم أدعي كمية المشمش كمية المشمش قد ايه؟ بدك تسمعيني من التليفون مدام اعملي معروف احكي معي بالاباراي تلفزيون تركي للعائلة لإلكم انت معي بالتليفون الو ايه شيف أنتوان قد ايه كمية المشمش؟ الو ما عم بسمعك صوت واطي بعيد قد هي كمية المشمش قد هي المشمشات كميتهم نعم ما سمعت السؤال المشمش قد هي قد هي وزنه شي 5 كيلو 6 كيلو هالحدود 6 كيلو رجعي هالمربيات كلهم على الطنجرة 6 كيلو 6 أوكي. كيلو رجعيهم على الطنجرة الو الو مدام مش عم تسمعيني عم تسمعيني بالتي في ما بتسمعيني عم يعمل ريتور بيني وبينك رجعيهم على طنجره ضيفي عليهم كيلو سكر ناقصهم كيلو سكر هن اكثر شوي ناقصهم بس اقل شيء كيلو بنحط يعني لكل كيلو ولا ناقص معك 250 جرام بتحطي لهم كيلو سكر بترجع بتغليهم على النار حوالي 45 دقيقة حطيلهم 3 ملاعق كبار عصير حامض حطيهم بمرطبين وطعميهم للناس اللي ما معهم سكر لأنه المربى أنا برجع بقول ما بيزبط معنا إذا ما حطينا له السكر المزبوط أو في أو منحط قليل سكر مثل ما عملتي بس منغليهم وقت كتير يعني الوقت بده يصير ساعة وثلاث ارباع أو ساعتين وما بيهدوا أكثر من شهرين هيدي الشغلة بدكم تتعلموها تكرم عيونك وأهلا وسهلا فيك رح نتوقف حطينا الزبدة القطعة الكبيرة لنعمل الصوص رح نتوقف على محطة إعلامية ومنتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان منتابع حلقتنا يعني نقطع حبة الفطر الكاملة لأربعة فينا نستعمل فطر طازة أو معلب إذا كان طازة تبو شوي هون عندي البصل والجزر على البخار واستووا إذا كان طازة بحطوا معهم وبعير 3 دقايق هلا بعد يعطيكم 3 دقايق كأني حطيت فطر بس لفرجيكم إنه هيك بيكون الشغل فطر طازة أما معلب ما بده ناخد اتصال جديد ألو 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 بونجور هلا بدي الشيف أنتوان عملي معروف الشيف أنتوان معك الشيف أنتوان بدي أسألك سؤال نعم أخذت سطل حليب 5 كيلو حطيته بالبراد من عشية لعبكرة
امتى بكره بدي فورهم، لقيت عاملين شموت ماي. معقول ايه؟ هاول الباقي الحليبات شايل القشوة عنهم. نعم؟ يلي باعك الحليبات شايل القشوة عنهم. انه معقول الحليب يعني بصير ماي؟ والله بلبنان كل شيء معقول، كل شيء معقول، ما تستغربي شيء بلبنان. خبز ما في، بنزين ما في، المصاري بالبنك لا بيعطوك اياها وبياخذوا كل شهر 10 دولار عليها هي وادي، كل شيء معقول بلبنان. هلا لك شو بتعملي؟ حطيهم اغليهم هوا، اعمليهم قريشه. مدام؟ ايه اعمليهم قريشه هوا. انت شو بدك اساسا شو بدك تسويهم؟ قولي لي لشوف. شو وقت عمليون هول الحليبات؟ لشو جبتيون؟ لا روي بلبن. بيمشوا للبن بس كتري شوي الروبة، شوي زيدي عيار الروبة. ايه. اوكي؟ تكرم عيونك. هون انتبه بني الجيش، بس ممنوع اعمل هيك، انتبهوا هيك بتعملوا. ليه؟ هلا بتعمل بشش وبتطلع بخار لحتى ايدكم تحرقها الزقوية. عطول وبنرجع لورا، ما بنخلي الهبلة تطلع علينا. هلا انا بطفي على البصل والجزر، بنعتبر اذا كان فطر طازة، ومنحط معهم البازيلا وبسكر. بازيلا على البخار بيستوي ليضل الغذاء كله موجود بقلب الخضرة، ما بدنا نكب الغذاء بالمجلى. ومناخد اتصال. الو بونجور شيف انطوان. بونجورين، كيفك؟ نشكر ربنا. انا هاي اول مرة بتصل فيك، بس امبارح سمعتك عم تحكي عن قصة الجعفير. نعم، جهاز جعفير اكثر شيء بيطلع مع الفول. مع الفول؟ يعني وقت تزرع فول، وقت تزرع بذر فول. نعم. هذا وقت بدك تزرع هالشتل رش الشعير قبل ما تزرع. بس هو عم يطلع عندي على البندوره، على الكوسه، على الباميه، وعلى الباذنجان. اوكي، جرب رش الشعير بالارض قبل ما تزرع هودي. ما بيطلع الشعير، ببطل يطلع باذنجان. نعم، ما بيطلع ساعتها شتلة الشعير تطلع. هذا الشعير بيقتل الجعفير. الشعير بياكل الجعفير. طيب انا قالوا لي ملح خشن حط علي، معقوله؟ انا كوني كمزارع بعرف انه الشعير بيقتل الجعفير. يلا بكره بناخذ تعليماتك. بدي وصل رساله احدى السيدات اللي معك. أنا نعم. ابن المنطقة. نعم. للست هدى. نعم. مهضومي الذكية المرتبة النظيفة. تسلم. بنت المنطقة، بنت كفرنيس. إيه بنت كفرنيس، مظبوط. أنت على هاي الرقم يمكن تعرف منين عم بتصل فيك أنا. يا أهلا وسهلا فيك. نحن بنشكرك على كل شيء. حبيبي شيف أنطوان، شرف لي إنه اتصلت فيك. ميرسي، كلك ذوق، بشكرك على الجعفير كمان. الله يخليك. يلا سنة الجاية بنزرع شعير. هلا اللوبي ما بيطلع معها، بس في سنة زرعنا اللوبي مع الباذنجان، طلع كبرت اللوبي بطل يطلع الباذنجان. هلا بعد كبش الوحدة وخلص. هلا بقلكم ليش خلص، لأنه الزوم بيكون شوي بعده من الجزر والبصل والبازيلا والفطر اذا كان طازه بده يصيروا فوقهم. بنشيل هالغطا وكلهم سوا بكبوا منشان هيك يشوفوا شو ينزل مي. هون لازم تتعلموا هالعلم المزبوط.
شوية ماي أصبح كل الغذاء تبع الجزر، البصل، البصل كله غذاء مواده، الماي تبعه، البازيلا والفطر صاروا موجودين بقلب الصوص كمان. هلا منضيف عليها الفطر في ناس بيضيفوا مية الفطر غلط لأنه مية الفطر هي منيحة بس فيها مواد حافظة من شان هيك ما منضيفها منضيف لها حليب البودرة أو كريمة بده كريمة وجايبته مبحبحة في دولارات فريش بحط كريمة أنا بقلكم حليب بودرة يفي بالغرض على مسؤوليتي بس قلكم على مسؤوليتي وأطيب ومناخد اتصال ألو ألو بونجور ألو بونجور شيف بونجورين سلامة قلبك شيف تسلمي كيف صحتك نشكر ربنا عندنا إياك بالدنيا بالدنيا عندنا إياك تسلمي تسلمي شيف لو سمحت بدي أعمل إجانة عنب بدي أعملهم دبس العنب كيف بدي أعملهم كيف الطريقة شو بدك بقى الشغل هشرح لك بس متعب صعبة يعني صعبة صعبة شو هيك مخمن الدبس يا اشرح لك يا أنا اوكي طب شو بعمل فيه العنبات غير الخل برافو عليك هلا عجبتيني عصريهم عن عصير ويشربوا عصير العنب مثل عصير التفاح عصير الليمون اوكي بجنن اوكي ثانك يو شيف وقت عم تعملي طبخة فيها لحم او دجاج حطي عصير عنب بجنن اوكي طيب شيف بس سؤال نعم اذا بدي اعملهم خل امتين بيعملوا بخل خلقه هلا غسلتيهم شي الانبات؟ شايف ما كلهم غباير ونزل منهم مثل الشحفار قد بزوم وسخ. بس بعد ما عبيتهم بالوعات عم نشفهم. تعملي زبيب؟ زبيب بنعمل منهم زبيب؟ ايه كيف بدي اعملهم؟ يلا هلا بشرح لك، اشرح لك الدبس والزبيب. اوكي. انت اللي بتلاقيها قهوه نعملها. بسمعك على التلفزيون؟ ايه اكيد. يلا اوكي باي. تكرمي. نطفي النار ها انطفيت النار هاو كله خلاص بعد في البقدونس برجع بقول مية الفطر ومية كل المعلبات بتكبوها ما بنستعملها هلا منشيل الدجاج ومناخد اتصال الو الو بونجور بونجور شيف انطوان بونجورين يا اهلا وسهلا يعطيك العافيه تسلمي خليك بصحتك خليني لياكي انا عم بحكيك من الشمال يا اهلا وسهلا فيكي إذا بتريد بدك تقلي كيف بدي أشوي السمك لأن ما فيني أقلي أنا بدنا ناكله مشوي بس بدك تقلي على طريقة حلوة ومهضومة ويطلع طيب السمك سمك بزري سمك بزري؟ نعم يلا هلا أنا بدي أسمعك على التلفزيون أنا عم بحضرك يلا تكرم عيونك عمل معروف إيه تكرم بدك إيه مشوي ما بدك مقلي أبدا لا أبدا أبدا يلا سكر تكرمي سكري ايه تاخذ بسمع التلفزيون ايه اسمعي الله اوكي ميرسي كتير تكرمي عيوني تكرمي لنبلش بالشرح في عنا ملوخية هاي الجلدة مثل ما بقول انا عطول للكب لا محمرة ولا مقمرة بتضر هذا الدجاج بنعمله هيك قطع شوي كبيرة بس منشيل منه العظم الملوخية على أصولها أول شيء تتغسل الملوخية نوق
تنحط على شراشف لتنشف تتولع تنفرم، بدو بحبها ورا يتركها ورا. تتساوى الملوخية على جيش على أرانب على حمام على لحم، عم بعمل هيك لا يبردوا بسرعة مشان ما نحترق. القاعدة وحدة نسلق الدجاج أو اللحم أو الأرانب أو الحمام، منشيل زفرته متل ما أنا شلت لهي الأكل السوبريم، وبرجع بحط لهم مواد عطرية. المواد العطرية ضرورية لإلهم. بتجيبي بصل كتير بتكتري لخمس أشخاص، ثلاث بصلات، بصلة بس ثلاث بصلات كبار، بصلة كبيرة بتنفرم بنحط فيها خل، وبصلتين بينفرموا ناعمين وبيتقلوا على النار. مش حط لك بصل مشوي ولا وتوم مشوي مشان ما عزبك، دغري بيمشي هيك. ترجع بتحطي توم بتكتري راس كامل توم مفروم ناعم، بتضيفين عليهم كزبرة خضرة ضلوع تفرمين بتحطيهم معها، والورق بتحطيهم مع الورق. ترجعي بتضيف عليهم مية اللحم أو الدجاج أو الأرانب أو الحمام أو الزغليل، وبتغليهم على النار 12 دقيقة بس. تجيب الملوخية مع الكزبرة الخضرة وتحطي معهم عفوا ملعقة صغيرة كزبرة يابسة، تغلي المرقة، هاي المرقة اللي فيها البصل والمرقة، بس تغليها على النار. بتضيف عليها نص فنجان قهوة عصير حامض، بتسقطي فوق منها الملوخية المفرومة، تغليها غلوة وحدة، تطفي النار تركيها دقيقتين. بنساوى رز حد منها، إذا الرز ضل فيه مي من العظام أو الدجاج بتسويهم منهم، بيتقدم بيتسكب بالصحن رز، بنحط فوق منه ملوخية مع الدجاج أو ملوخية بنحط حد الدجاج أو اللحم، بيرجع خل مع بصل، بعدين خبز محمص ومن إليك صحتين. أما للدبس والزبيب الأسرع، هالزبيب تجيبي لترين ونص ماي بتحطي فيهم كباية رماد، رماد الحطب، بتحركيهم، بتضيفي فنجان قهوة زيت نباتي، ملعقة كبيرة ملح خشن، ملعقتين كبار سكر، تحركيهم كلهم سوا مع بعضهم، بتخليهم يروقوا. بس يروقوا بتصفيهم بمصفاية وبشاشة، بتنزلي هالزبيب فيهم، بتنزلي هالزبيب فيهم، هاو الدجاج على أكلتنا. بتركيهم الزبيبات بقلبهم ونقي الحبوب الصغار أحلى، وتركيهم شو نص ساعة ثلاث أرباع الساعة بقلبها. هلأ بعدين بتشيلي الزبيب بتحطيهم على أطباق قش، بتعرضيهم للشمس،
بدهم بالشمس بين 24 يوم و 27 يوم. باقي المزيج اللي نقعنا فيه زبيب اللي فيه الزيت ورماده صفيناه، بتحطيه بقنينه بترش سبراي كل 6 ساعات 7 ساعات، بتروحي بتقولي لهم مرحبا لنعم بيت بعد ما صاروا زبيب، بترشيهم من عشيه غطيهم وبيطلع عندك اطيب زبيب. تكرم عيونك واهلا وسهلا فيك. هاودي نتف صغيره بدي رخيهم، بعد عندي نتف صغيره زوم منهم برخي وخلص. هلا بدي اسكب السوبريم، هلا بسكب حد منا الجيش، عفوا الرز، وانا بدي اسكب السوبريم. منشوف المقادير عبر شاشة تلفزيون لبنان. شفنا المقادير، سكبنا الصلصة وهو الدجاج مع السوبريم، منحط عوجها رشة بقدونس صغيرة لتعطيني مع البازيلا هاللون الخضار الحلو، هو للمنظر مش للشبع. أما لسمك البزري على السريع، سمك البزري الرز بيكون بهالشكل، ما بيكون ناشف كتير أصولاً، هو ليطلع طيب هو مقلي، أنا صريح مش هو بيطلع. بريك جيبي صينية دهنية زيت نباتي أو زيت زيتون، تصفي طبقة من السردين، ترجعي بصل جوانح فوق منها وشوية كزبرة خضراء وشوية ثوم، ترجعي كمان شوية سردين صف تاني، كمان بصل، كمان كزبرة خضراء، كمان شوية ثوم، فوتين على الفرن حامي حوالي 20 دقيقة شيليهم، رشي عليهم عصير حامض وبيطلع عندك أطيب سردين مشوي. حلقتنا لليوم انتهت، على طول الخميس لأنه عنا اليانصيب الوطني تبو اللبناني، على طول الخميس عنا إياه ورا حلقة الشيف أنطوان، بنبقى نخلص تقريبا وتلت تلاتة أربعة وتلت. حلقتنا اليوم انتهت اللي هي سوبريم دي فولاي، على أمل أن تمر هذه الأيام بسلام. نشوفكم بخير، بقول لكم باي باي.